امتلاك الجماعات الإرهابية والتكفيرية بقوة السلاح الأعلامي عن أي سلاح آخر، لذلك لا يتحركون يميناً أو يساراً إلا برفقة كاميرا التصوير لكي يرفعوا المادة المصورة على مواقعهم الجهادية التي يزورها مئات الآلاف يومياً من كل أنحاء العالم لكي ينشروا نشاطاتهم الإرهابية. كم تجد تلك الجماعات في الفضاء الإلكتروني فرصة كبيرة في استقطاب المزيد من الشباب وضمهم إلى صفوف الإرهابيين، حيث استخدمت التيارات الدينية وبخاصة التكفيرية شبكة الإنترنت على وجه العموم ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص في نشر أفكارهم من خلال الفتاوى التي كانوا ينشرونها بين الوقت والآخر. وربما تعود قوة هذه التنظيمات في الأساس إلى قدرتها على نشر الفتاوى والترويج لها في عصر وصف بأنه عصر التكنولوجيا. أهم ما تقدمه هذه الجماعات من خلال المواقع والمنتديات وأخطر ما يقدمونه هو الفتاوى التي ينشرونها ليل نهار، ويستقطبون أتباعهم بعد إجراء عملية غسيل مخ لعقولهم من خلال نشر بعض الفتاوى التي تؤكد صحة ما يقولون وما يعتقدون. دراسات حديثة كشفت عن حجم التغلغل الكبير للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة عبر المنصة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ قفز عدد المواقع المحسوبة على هذه الجماعات من 12 موقعا إلكترونيا عام 1997 إلى 150 ألف موقع العام الماضي. وتشير الدراسات أيضا إلى أن 80% ممن انتسبوا إلى تنظيم داعش على سبيل المثال تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر تنظيم داعش 38 رسالة جديدة يوميا ما بين مقاطع مصورة مدتها 20 دقيقة وأفلام وثائقية طويلة ومقالات مصورة ومقاطع صوتية بلغات عدة، كما جذب التنظيم من خلال شعاره المعروف باقية وتتمدد نحو 30 ألف مقاتل من جميع أنحاء العالم. ويبقى دائما السؤال، كيف يمكن السيطرة على هذه المواقع التي تبث السموم في عقول شبابنا؟ وما هو دور المؤسسات الدينية والرسمية والمدنية في هذه الحرب؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.